بنقول I went to the theater, I went to the park, I went to the aquarium. نفس الليلة نفس الليلة يعني نفس الأسئلة والإجابات. هو كل اللي بيتغير عندي المكان وأنا شفت إيه هناك، أنا رحت مع مين، أنا رحت إزاي، طب بدأ إمتى، طب مبسوط ولا لأ. يبقى يا سيد ورددي ممكن بس حضرتك تقول لي هو احنا في بيج كام؟ بيج 8 يا سلمى، بيج 8 ولا 9 دي؟ سير احنا رجعنا ايد بس احنا كلها رجعنا دي قبل كده. يعني رجعنا المحادثة وهيلين كيلر. اه جميل وحتى خليناهم مع حضرتك. جميل جميل، هاتولي بقى الصفحة اللي بعدها. القطعة بتاعت الكلينر دي رجعناها. ايوه يا سيد. عسل. والأسئلة تكوين الأسئلة. اه جميل، بدايتنا من اول ويلكم تو ايجيبت. ايوه يا سير حضرتك جميل قلنا حلو جميل. الامتحانات. دقيقة واحدة بقى، دقيقة واحدة بقى، كل اللي فات ده كان مراجعة على اليونتس، كان مراجعة على اليونتس اللي هي يونت 1 2 3 والمراجعات بتاعتهم. هنبدأ دلوقتي في شكل ورقة امتحان كاملة، ده امتحان كامل بالنسبة لي دلوقتي. أول سؤال عندي المحادثة، بعده الاندرلاين، بعده الريرايت وهكذا. يبقى احنا دلوقتي بداية الامتحانات الشاملة، فنركز شوية. النقطة الأولى عندي ما بين هنا المحادثة ما بين هند والتورست، ويلكم تو ايجيبت، وسألنا سؤال قال لي اي كام فروم انجلاند، انا من انجلترا. يبقى بسأل واقول وير دو يو كام فروم، از ذس يور فيرست فيزيت، دي اول زيارة لك. هقول له نو ات ازنت، نو ات ازنت. بعدها بيقول لي بيكوز ذا ويذر از فاين والناس هنا زي الفل. هقول له واي دو يو فيزيت ايجيبت او واي دو يو لايك ايجيبت، ليه بتحب مصر او ليه بتزور مصر. واي دو يو لايك فيزيت ايجيبت او واي دو يو فيزيت ايجيبت، واي دو يو فيزيت ايجيبت. بعدها بقول له هنا هوت، هنا هوت امنيه، بتمنى له اقامه سعيده، بتمنى له زياره سعيده. يبقى هقول له هاف ا نايس تايم، have a nice visit, have a nice stay, thank you, شكرا. محادثة حلوة وسهلة. طب سير سلمى، ايوه ما ينفعش I hope to you a happy time. يبقى I hope you spend a happy time، ما فيش حاجة I hope to you هنا بقى، انا عايزين نظبط الدنيا يا سلمى. يبقى لو قلت له have a nice time بس حلوة قوي، have a nice time، ودي شفناها قبل كده في محادثات كتيرة. سير ينفع حاجة؟ قول يا عبد الرحمن. هو برضه تنفع يا سير why did you come to Egypt؟ ما احنا قلنا يا عبد الرحمن why do you like Egypt أو why do you come to Egypt؟ ماشي شكرا لك يا سير. تحت أمرك. الجملة الأولى في الأندرلاين، يلا يا حلوين. She reads a هقول له كذا to know how to cook أو to make tart، يبقى هقول له cookbook. cookbook. ما نستعجلش بالاختيارات، أنا كان عندي ممكن أقول read novel وريد كل الكلام ده، بس هنا عشان أعمل تورته وأعمل طبق يبقى عايز cookbook. number two، مين في دولة؟ someone who kills birds، اللي بيصطاد الطيور والحيوانات عشان الأكل، ده اسمه hunter. من hunter. راجع hunter. She dressed her new dress with الفستان الجديد بتاعها كان عليه glitter، لأنه shining وbrightly يبقى glitter. number four، he bought a tube of اشترى أنبوبة glue صمغ، ليه؟ to stick عشان يلزق، يبقى glue. number five، نقط وان is علي، بقول له which one، which boy، which girl، which boy is علي. number six، My father not his car all day yesterday long. قلنا وجود كلمة all مع yesterday، أوقات وساعة مع yesterday، يعني was where و ing، يبقى my father was mending. المفروض احنا حلين وبنصحح. number seven، not they came their mother was still cooking. اداني كم في الأول والتانية was where و ing، بقول له when. when يا سلمى، when وين، ماضي بسيط ماضي مستمر. وين. نمبر 8، شي از نقط بيكوز شي هاز جوت لو ماركس، بقول له مع الهي والشي والوي والزي والعاقل ديبريست.
منى إز نقط هير بيت كات قلنا فيدنج ذا فيلم وصو الفيلم كان يا اما بورينج يا اما اكسايتنج بس ده بيقول وي لايك دي ات حبيناه يبقى اكسايتنج الريرايت ذيز ار ذير بوكس ذي ار ذيرز استخدم اورز يبقى هقول له ذيز ار اور بوكس ذي ار اورز ذيز ار اور بوكس ذي ار اورز My flat is small, but yours is large. استخدم your flat is. هقول له your flat is large, but mine is small. Your flat is large, but mine is small. أو but my flat is small. بس الأفضل هو مدال عشان أقول له mine. But mine is small. She came back at 8 o'clock. اللي هو الطايم اللي بتساوي when. والطايم اللي بتساوي when. يبقى والطايم did. Did she come back? What time did she come back? Come below. No, he didn't buy new clothes. اسأل بديد يبقى did he buy new clothes? Did he buy new clothes? They went to the park. استخدم not. didn't go to the park. They didn't go to the park. نعم. هو عادي لو قلت في نمبر 4 did he buy any new clothes مفيش مشكله مفيش مشكله ازود على النيو المهم ما انساش نيو ماشي تمام يا سيدي تمام الصفحه اللي بعدها بقيت الامتحان ده تبع الامتحان نفسه الاولاني last friday mother was cooking two chickens for lunch While she was standing in the kitchen, she heard a knock on the door. To her surprise, she was her neighbor, Mrs. Honda. نعم. هو حضرت المستشفى The Work of Clearer؟ ما انت قلت خدناها يا عبد الرحمن. ما انت قلت خدناها. انا مش قلت لكم عليها قلتوا خدناها عبد الرحمن ايوه يا سيدي نكمل ورجاني يعني ما انقطعش الا في حاجه مهمه عشان خاطري عشان ننجز بس last friday mother was cooking two chickens for lunch while she was standing in the kitchen وهي واقفه في المطبخ she heard a knock on the door سمعت خبط على الباب To her surprise كانت مفاجأة بالنسبة لها إن she saw her neighbor شافت جارتها اللي هي اسمها Mrs. Honda ست هوندا there كانت هناك بتخبط عليها Mrs. Honda was a cheerful woman ست مبتهجة كلمة cheerful يعني مبتهجة دايما مبتسمة She was interested in having cats مهتمة بيه أو بتحب هوايتها تربية القطط at home She has got six cats عندها ست قطط في البيت عندها Mrs. Honda spoke with my mother for 15 minutes. كلمت ماما 15 دقيقة. About her cats. بتكلمها عن القطط. She told my mother that she was looking for a black cat. بتدور على القط الأسود. And they wanted my mother to help her. عايزة ماما تساعدها تدور لها عليه. Mother forgot the food. ماما نسيت الأكل اللي كانت بتعمله. That she was still cooking. اللي كانت لسه بتطبخه. The chickens got burned. الفراخ اتحرقت. And the chicken was filled with smoke. With kitchen was filled of smoke. المطبخ اتملى دخان. سؤال أول. What was mother doing when Mrs. Honda visited her? ماما كانت بتعمل إيه؟ هقول she was standing in the kitchen. أو she was cooking in the kitchen. She was cooking in the kitchen. واحد عايز يقول لي she was cooking two chickens in the kitchen. مفيش مشكلة. المهم إنها كانت في المطبخ وبتطبخ. التاني. What is Mrs. Honda's hobby? هواية الحاجة هوندي إيه؟ هواية الحاجة هوندي إن هي هنا هوت. She is interested in having cats. She is interested in having cats. Number three. Why did Mrs. Honda visit mother? زارت ماما ليه؟ To help her or to ask her look for the black cat. To ask her look for the black cat. بتطلب من ماما تساعدها تدور على القط الأسود اللي ضايع. Mrs. Honda. Number three, to tell her about her cats and ask her where to get a black cat. Ask her to look for the black cat. مش بتحكي لها على القطط.
هي عارفة انها عندها قطط، بس هي رايحة لها تدور على القط الاسود. مسز هوندا واز، مسز هوندا طبعا عرفنا انها تشيرفول. مسز هوندا سبوك ويز ماذر فور، هو فوق قايل لي 15 مينتس، ال 15 مينتس في الماس عندنا ايكوالز اللي هي كوارتر، اكوارتر اوف ان اور، اكوارتر اوف ان اور ربع ساعة. مسز هوندا هاز لوست، الناس اللي عاملة 6 غلط طبعا، انا بقول لوست يعني فقدت، ضاع من عندها، ضاع من عندها وان كات. اللي حل غير كده صلح. الريدر يو ميد ذا البات، ذاتس ماي فيفورت فود. سلمى احمد هو از ذا سبيكر، ديباك، ديباك هو ذا سبيكر توك تو يا مهند. ماركز ماز اللي هي ماركز ماذر او ماما. هاو ديد هي او شي ميك ذا البهات. مالك عمارة ابراهيم هي بتتقال كده يا ملك؟ طيب دانا شي ايميل ذا ديباكس ماذر تو نو هاو كوك سوتش، بس كفايه حلو قوي جميل. يبقى بقول شي ايميل ذا او شي سنت ان ايميل تو ديباكس مام، تو ديباكس مام to know how to make دلبهات. عملت الست عشان تطبخ له الدلبهات، بعتت ايميل لمامته عشان تسالها تطبخها ازاي. دي باك ميزد يا كريم، نقط اند نقط. دي باك ميزد نيبالي فود اند هيز فاميلي. تمام سيف. دي باك سافرد هوم سيك، هوم سيك سافرد هوم سيك، كان بيعاني من الهوم سيك. رايت ا ليتر، السنه اللي فاتت كان جايب ايميل، السنة اللي فاتت كان وهنشوف في الامتحانات كان جايب ايميل، اللي قبلها ليتر باراجراف، ليتر باراجراف، ليتر باراجراف. رايت ا ليتر تو يور فريند جون هو ليفز ان انجلاند. خلاص هو طالما قال لي جون عرفت انه اجنبي وبيعيش كمان في انجلترا يبقى اجنبي، يعني لازم اكتب ايجيبت في العنوان. انفايتنج هيم تو فيزيت ايجيبت ان سمر، اعزمه ادعيه يجي يزور مصر في الصيف. Tell him about the places he can visit. قل له على الأماكن اللي ممكن يزورها معاك في مصر. When he comes. Your name. اسمك انت علي. Where you live at. 13 أحمد زويلي ستريت المعادي كايرو. لما اجي اكتب الليتر اللي زي ده يا عم مهند هعمل ايه؟ هقوم واخد من بعد live at ده ايه؟ فأول سطر كده اهو. 13 أحمد زويلي ستريت. كومة. تحتها معادي. كومة. تحتها كايرو كوما، تحتها ايجيبت. ليه ايجيبت؟ ده انا بعت للواد اللي في انجلاند يبقى ايجيبت، وبعد ايجيبت نقطة. بعدين بكتب تاريخ الامتحان 5/1/2021، 5/1/2021. وبعدين دير جون، عزيزي جون، تحتها بعد بعمل كوما بعد جون. I am very happy to write this letter to you. How are you and your family? حلوة قوي. I'd like، هو أنا بعت له ليه؟ Inviting him، ادعيه اعزمه يزور مصر. يبقى I'd like to invite you to visit Egypt in summer. نقطة. When you come، لما تيجي إن شاء الله، you will see، هتشوف the pyramids. We will visit the Sphinx أو the Egyptian Museum. We will go to the Cairo Tower. We can visit Luxor and Aswan كمان. You will enjoy your time in Egypt. هتستمتع بوقتك في هنا في مصر. وفي الآخر see you soon، أراك قريبا، وتحتها yours صديقك المخلص، وتحت yours اسمك أنت اللي كان اسمه علي. خلاص يا عم مهند. تمام يا سير. تمام يا سير. طلعني ودخلني. الquestions. She hurried up to catch the bus. She hurried up to catch the bus. أسأل بيه عبد الرحمن سيد. Why did she hurry up? Why did she hurry up? Hurry, it's U-R-R-Y. Why did she hurry up? بس كده. نقطة تانية حمزة. They will travel by plane. How will they travel? بس كده. يبقى يا حلوين يا حلوين يا شطار، وجود باي، وجود باي وسيلة مواصلات، أو كلمة on foot بسأل عنها بها، أو
و got to أو because و got to أو because أو for و ing بسأل عنها بواي. مديني will بسأل بويل، مديني ماضي بسأل بديد. Yes I sold my old car. عايزين فريدة؟ تمام يا سير مع حضرتك. يلا yes I sold. Yeah, did you sell my old car? Did you sell my تبقى؟ Mine؟ يا بنتي mine من ليه بس؟ my في الإجابة لما أقول لك how are you؟ I am. What's your name؟ My name. Your name؟ My name. Your my يبقى your يبقى did you sell؟ Did you sell S-E-L-L Did you sell your old car هو انت بعت عربيتك القديمة ده الامتحان الأول امتحان تاني امتحان تاني ونركز في القطعة دي أو المحادثة دي محادثة لذيذة محادثة امتحان محادثة امتحان يلا Where will you spend your mid-year holiday mid-year holiday أجازة نص السنة اللي احنا داخلين عليها إن شاء الله أين سوف تقضي هتقضي أجازة نص السنة فين يا مهند مش عارف لسه ومش عارف لسه بس بيقول ده انا هروح بالطياره بالطياره يبقى هقول له I will spend it in London in England in Paris in France in America in اي مكان I will go to London نعم انا كاتبها I will go to London الآن هو عادي لو قلت I travel احنا اللي قال go واللي بيقول travel اللي بيقول go واللي بيقول travel يعني انا بقول قلت I will go to London يا مهند ما انا بقول اهو اللي قال لي go واللي بيقول travel الاثنين لا لا ليه انا بقول where will you spend where will you spend تقول لي I will spend ماشي 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 مديني سبند اقول له سبند قال لي ترافل اقول له ترافل قال لي جو اقول له جو الفعل اللي موجود في السؤال مديهوله اهو اغيره ليه يبقى وير ويل يو سبند يور ميد يور هوليداي هقول له اي ويل سبند ات ممكن اعوض عن ديت كلها كده بات او I will spend my mid-year holiday in London أو in England أو in France المهم دولة أجنبية لأن هسافر بالطيار السؤال الثاني السؤال الثاني يا مهند بيقول I will go by plane اتفضل How will you go شكرا How will you go قال لي go أقول له go How will you go الثالث بيقول I'll stay for a week يلا سيف I'll stay for a week هقعد اسبوع How long will you stay تمام الناس تركز بقى وجود for او since قلنا how long يبقى how long will you stay there او how long will you stay هتقعد هناك قد ايه اسبوع Have a nice holiday اهي سلمى ردا على الحته اللي كنا بنشوفها من شويه Have a nice holiday اتمنى لك اجازه سعيده فانا بقول له ثانك يو او ثانكس ثانك يو او ثانكس محادثه لذيذه وسهله وما فيهاش اي حاجه اللي بعده ديرس از ا انتوا واخدينها قبل كده انها بلينت ما خدناهاش في يونت 4 اهي بلينت وخلاص موجوده في يونت 4 رامي بوت اتو ترين اشترى قطر لعبة ات اسمها توي ستور محل بيع اللعب وفي يونت فور برضو مش عايزينها ايه من دولت كان فلاي ان ذا سكاي ايربلين الطيار هيز ويرينج ايه اراوند هيز نيك حوالين رقبته لان الجو برد شوية يبقى لابس سكارف حوالين رقبته سكارف شي لوست نيو كاميرا اتفضلي يا رودينا هير شي لوست هير از ذس بن نقط از ذس بن نقط مصطفى ياسر از ذس بن يور غلط هنا ممكن اقول يا سير هنا از ذس بن هز 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 يا مصطفى
يا حبيب قلبي قلنا بتيجي في نهاية الجملة، طالما مديني اسم الحاجة المملوكة الأول يجي لي بعدها أي حاجة آخرها اس أو ماين، أي حاجة آخرها اس أو ماين. يبقى is this been his أو yours أو hers أو theirs أو ours أو yours. اس اس is this been his، ولأن his هي his. there are her toys، يبقى they are ايه يا نور؟ They are hers. She not a cheerful song yesterday. كريم. أيوة سير. اتفضل. She was singing. بس كده خلاص شاطر. Was singing. أنا عندي yesterday. ما فيش عندي مضى إلا هي. Was singing. Number nine. I sometimes. مين؟ مارتي يا سي. يلا يا مارتي. I sometimes not the plants. Water. Water. قولي كمان يا مارتي. What not. What are you doing? What are you doing? Right. He said I am tired. سلمى أحمد سعد. نعم يا سي. يلا يا سلمى. He said I'm tired. أيوة حبيبتي بيقول he said he. He said he was tired. He was tired. تمام. المهم إن أنا said قلتها was. He said he was tired. These are Mona's toys. عايز أسأل بهوز عبد الرحمن أحمد. Whose toys are these? برافو عليك. Whose toys are these? Number three. هبة فوند أس يسترداي. عايز أسأل بهو يا 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 فين بسملة؟ وعد وعد هو ضد هبة. لا انا بقول هبه فوند اس يسترداي، هبه اللي اتصلت علينا امبارح. عايز اسال بهو. ينفع اجاوب؟ ممكن اقول يا شيخ؟ مالك عماره؟ مالك؟ هو فوند اس يسترداي بدل اس حولها لايه يا مالك؟ يو. يبقى هو فوند يو يا وعد. هو فوند يو. قلنا بنشيل الاسم اللي في الاول يا وعد واكتب هو بس. بشيل الاسم اللي في الاول واكتب هو بس. يبقى هو فوند يو يسترداي. مين اللي اتصل عليكم امبارح؟ هيب. فور ديد شي ستيل هير اولد هاوس. عايز اجاوب بنو يا سيف. نو شي ديدنت سيل هير اولد هاوس. تمام. او نو شي ديدنت. واسكت. نمبر 5 شي سيد ماي فادر از سيك. حول يا كريم. اجاوب. حاضر. اسف. شي سيد ماي فادر. قول لي شي سيد ذات. شي سيد ذات فادر از سيك. تمام. الفادر ده هو هيبقى ايه؟ ماي فادر ولا هير فادر؟ هير فادر. از ولا واز؟ واز. الله. ما انا عندي سيد. ما انا عندي سيد. ما انا عندي سيد. يبقى لازم دي تبقى ايه؟ واز. يبقى شي سيد هير فادر واز سيك. شي سيد هير فادر واز سيك. قطعه اللي عندي. انتوا المفروض قارين القطعه وحلينها ولا لا؟ لا يا سيرو حلناها. ايوه يا سيرو انا قلت ما حلناهاش. ليه؟ احنا مش قايلين الواجب الشيت كله؟ حليته. هنشوف. ماشي. بقول one day I was walking in the forest with my friend علي. The weather was cloudy but it wasn't raining. So my friend suggested taking a rest under the trees to have some sandwiches and soft drinks. We were happy to watch birds and animals like elephants, monkeys, and giraffes. It started to rain, and I told Ali that we had to hide in a cave
till the rain stops. So we can return home. When we enter the cave, we saw a tiger. It was very big, so we cried and ran away. While we were running, I fell down and the tiger attacked me. I heard an alarm clock clicking. I opened my eyes to find myself in bed. It was a bad dream. يبقى كل اللي حصل ده كان في الدريم، حلم. النقطة الأولى، why were they happy؟ ليه هم كانوا happy؟ هقول إن هوت they were happy أهيت to watch birds and animals like elephants, monkeys and giraffes. Number two، what did علي suggest؟ هو علي اقترح إيه؟ علي suggested هنا هو taking a rest under the trees to have some sandwiches and soft drinks. Number three, where did they hide? هقول they hid أو they hide in a cave. In a cave. Number four, they were afraid of a, كانوا خايفين من a tiger. He found himself in, هو لقى نفسه in bed, في السرير نايم. The story was a, الستوري ديت كانت عبارة عن dream, حلم. القصة, well, at night, I feel lonely in this big room. Who feels lonely in this big room, يا مهند؟ Deepak, وقلنا الأسماء تكتب capital. Did the speaker, اللي هو Deepak, suffer homesick, يا سلمة؟ أسامة؟ Yes, he did. How did the speaker's friend help him? Salma, Ahmed, Saad. How did the speaker's friend help him? Salma, Ahmed. Anyway, sir, he helped him by inviting some of his friends to stay with the back. تمام يبقى he invited his friends or called his friends to stay with the back. Number one في أكمل يا مارتي بقول Mark invited some of his friends to. To the back. يا لهوي. ما احنا حلناها هي بنت لسه زميلتك حلاها. سير ممكن أقول يا سير؟ To stay with the back يا مارتي. To stay with the back. ماشي يا سيما انا قلت دي باك يا سيما. اسكتي يا مارتي اسكتي. Mark's mother made the البهات for what؟ وعد. Mark's the back. ها؟ وعد. The back. For the back. Write a letter to your pen friend John Bardo. بس المرة دي invite him to your birthday party. المرة دي عزمه على حفلة عيد ميلادك. Your name is Ahmed. You live at 28 الحرية ستريت اسكندري. هقول له 28 الحرية ستريت كوم. تحتها الكسندرية نقطة. كومة. عشان هقول له ايجيبت. ايجيبت ونقطة. بعدين التاريخ 5/1/2021. دير عزيزي جون دير جون بعدها ببدأ المقدمة I am very happy to write this letter to you how are you and your family بعدها بقول بعدها بنقول I'd like to invite you to my birthday party عايز أعزمك على حفلة عيد ميلاد It will be next Friday مثلا هتبقى يوم الجمعة اللي جاية at 7 o'clock أو 8 o'clock ماشي تمام We will sing together We will play together We will eat cake We will drink soft drinks أو juice أو صودا You will enjoy a lot See you soon I'm waiting for you وتحتها yours واسم الشخص اللي بعت اللي هو كان هنا أحمد الأسئلة I went to the zoo with my family. Dana.
Who did you go with? Who did you go to the zoo with? تمام. Who did you go to the zoo with? Safe. English is my favorite subject. Myrna. What's your favorite subject? Bravo. جملة الأخيرة. Yes, she will give a party. Yes, she will give a party. فاطمة. مين اللي داخل باسم فاطمة؟ رحمة؟ يا رحمة. Did she will give a party? بتقولي ايه تاني؟ كده تاني. رحمة. Did she will give a جبت party? جبت ديد منين؟ جبت ديد منين؟ أنا بقول yes she will. Yes, she will. عبد الرحمن السيد. Will she give a party? بس will she. عندي will. هقول له will she. عندي will. هقول له will she. يا الله. رجاء لو حد بيلعب في الشاشة والنبي مش ناقصة. والله ما هي ناقصة. محادثة اللي بعد كده في الامتحان جديد بيقول لي how are you بقول له إجابة ما نعم تمام احنا كده كده هنكمل زي ما قلت الشيت ده للآخر الشيت يكمل للآخر الناس اللي جابت شيت الامتحانات تحله اللي ما جابهوش لازم يستلمه بكرة من المدرسة من المدرسة مش من المكتبة من المدرسة عشان يحله ونشتغل في الجمعة إن شاء الله تمام السلام عليكم. سير. وعليكم السلام. أيوة. هو أول ما بتصحى من الشيت ده متشخبط عليك. يا حبيبتي دي بتبقى إحنا بنشخبط عليها أثناء الامتحان عشان ما حدش يسرب الامتحان. أنت بتحلها يا حبيبتي كلها ما تقلقيش دي شخبطتنا إحنا ما تقلقيش.